تعال شبعك حب أشبعك دلال. خدعنا البعض بهذه ليس كأغنية لعاشق، إنما خدعنا بالسياسة والأمن والاقتصاد فسرق العراق. خدعونا تماما كقصة ليلى والذئب، خدعونا ونحن صغارا بخداع الذئب فكبرنا على خداع. لكن اليوم بتوقيت الحضارة السومرية بدأ العراق وبدأت الحضارة، ثم ولدت في البدايات قصص العلوم والاختراعات والبطولات. لكن وأنت ترتدي ساعة الإنجاز من عبق التاريخ الذي جئت منه اليوم، تسأل نفسك بعد حين من الزمن أنك وصلت إلى زمن تستذكر فيه ما مضى، والجامعات العريقة التي خرجت أجيالا لكافة أرجاء الكوكب. تقف اليوم مفتخرا بماضيك، حزينا على حاضرك، متفائلا بمستقبلك. أوقف ساعتي معكم في دقائق معدودة، أتوقف على جديد كان يريده السياسي والاقتصادي ورجل الدين والعامل والكبير والصغير، لكن بحلة جديدة. لا ننظر إلى مذهب أو دين وإلى لون أو سر دفين، ولنجعل اسم العراق مذهبا لكل العراقيين.